تلبية لدعوة مطرانية اللاتين في الأردن أقيمت في كنيسة العذراء الناصرية الصوفية عمان، تضمنت الوقفة قداساً وصلاة تلاها المسبحة الوردية وإضاءة الشموع من أجل السلام في المنطقة. وفي نهاية القداس الذي حضره عدد من الآباء الكهنة والراهبات، خرج جموع المؤمنين إلى ساحة الكنيسة، حيث ألقى الأب حنا كلداني كلمة قال فيها: لنصلي إلى الله طالبين شفاعة أمنا مريم البتول لأن تحفظ أهل فلسطين وغزة، ومؤيدين كذلك لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدبلوماسية والإنسانية النابعة من الثوابت الأردنية الأصيلة. وختم الأب كلداني كلمته بالطلب لرفع ظلم الاحتلال على الشعب الفلسطيني. نصلي ونتضرع إلى الله طالبين الخلاص لأهل غزة، مؤيدين رؤية صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين النابعة من الثوابت الأردنية العربية، ونقول لفلسطين ولأهل غزة ما جاء في سفر النبي أشعيا، اقتبس: هل تنسى المرأة رضيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسينا وأنا لا أنساك. ونقول لفلسطين وللقدس وللناصرة ولرام الله والأريحة ولغزة ولكل مدن فلسطين لا أنساك. كما ألقى سيادة المطران جمال خضر كلمة وصف ما يحدث في قطاع غزة بأنه هزيمة للقيم الإنسانية ولا يجوز تبريره بأي شكل من الأشكال، داعياً الجميع للاتحاد لأجل السلام والعدالة، مذكراً سيادته بمقولة جلالة الملك بأن السبيل الوحيد لمستقبل آمن لشعوب الشرق الأوسط والعالم أجمع يبدأ بالإيمان بأن حياة كل إنسان متساوية في القيمة. هذا الاتحاد مع وهي التضامن مع أهالينا في غزة هو من قلب عمان، من قلب عمان اللي بتنبض محبة لفلسطين ولأهالي فلسطين، ومتضامنة من القلب مع آلام إخوتنا المتألمين في غزة. نطلب من ربنا أنه يمنح السلام ويعطي القادة أنهم يسعوا دائما من أجل السلام. وشكرا للجميع. ما من حب أعظم من حب من يبذل نفسه في سبيل أحبائه، وأهل غزة عم بنتصروا لكل العالم ليرجعوا إنسانيتهم وكرامتهم. صحوا فينا كل إشي كان ميت، الكرامة، الفكر، الاقتصاد. الله يرحم كل أمواتهم ويوقف الحرب على خير وهدات بال يا ربي. واليوم نحن اجينا لنضم صوتنا وصلواتنا من كنيسة مريم العذراء الناصرية لتنتصر لأهل غزة وألمهم.